الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهالا خاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك يا رحمن يا رحيم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر ولا أمل إلا بالغافر الساتر. اللهم ذكرنا بالنطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وشخصت العينان وبردت القدمان. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، اللهم وكما جمعتنا في هذا المقام على طاعتك فاجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، من لنا إذا طردتنا، من لنا إذا طردتنا، إلهنا ومولانا اغفر لنا وارحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد.